خفيف وحركات الأسماء التي تجيد التعامل مع تصيد مباشرة من أمام الحارس وتخرج في الركرية ارفع التدخل كامل محمد اليوسفي يخرج الكرة الركرية الثانية لعناصر الملوكية الوسطية سددها بشكل مباشر على الدين بوشن حولي باغت الحارس محمد اليوسفي دخل بهذا الشكل بعد ما لمسات الكرة كذلك من اللاعب بين النقل عملية تبع الملوكية الوسطية للبحث عن التصيد الواحد ومعي شيت محادي عن القائم الأيمن الحارس محمد اليوسفي ملاحظ بأنه التسديدة كانت من نوحة السعداو بأنه الجولة 25 ستضعنا في الصورة بالصورة أكبر وربما بتفاصيل أخرى نعود المعطيات كرة دكانية تمشي بهذا الشكل مساء جريم يتوغل بخرس الطيب العرضية خطيرة مصطفى شيشان العباني شان مصطفى شيشان العباني شان في مرمى محمد بوشاب يستغل هفوة في دفاع فريق الامسيو الملودية الوشية يعود للأخطاء المرتكبة على مستوى الدفاع نشوفوا معي لاسيست أعطى كرة على طبق من ذهب ما بعداش نجم الحركاس وليوسف العمري تابع الكرة إلى جانب محمد بوشاد وهي تدخل لشباك بسال 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 مصطفى شيشان العباني شان في مرمى محمد بوشاد ويمنح الهدف الأول لفائدة فريق الدفاع الحسن الشديدي الدفاع يعلن شرارة هذا المباراة ويسجل الهدف الأول تمشي كرة أمامية عبد المولى بالرابح يمشي بالرابح سددها بالرابح وبعيدة يختار التسديد من بعيد الخيار المطروح بقوة بالنسبة لفريق المولودية في ظل غياب النجاعة الهجومية ليس لديه خيار سوى أنه يسدد من بعيد بعد الكرات مشات بعيدة بعد ما تبعنا سابقا كرات وتسديدات على الدين بوشنة عسال يبحث عن الفرصة الأولى التي تم الحدف طال انتظاره بالنسبة لشمال المولودية ميكا كرة لم تلعب بالشكل جيد في المنطقة كانت زاوية مفتوحة كان بإمكان المولودية أن يستغل هذا الكرة عملية تمويرة هنا التسديدة الأولى وأنا أول اللي لعب شوف معي ضيع فرصة أول فرصة لفريق المولودية في الجولة الثانية خطأ على مستوى التمرير تمشي في العمق خطيرة للدفاع خطيرة يدخل محمد بوشاد وخطا فادح من الدفاع هي الأخطاء التي دارت في ذي كرة للمولودية الوشي لعب عبد المولى بعد من محمد علي بمعمر هو اللي بعد الكرة الأخيرة لعب السابق للماس وللرشرادي واحد من المكاسب التي تحققت بالنسبة لتشكيل فريق الدفاع الروسية الجانبية ودائما الأسماء على مستوى الدفاع جمال حركاس ولا في بعض الأحيان عبد الله خفيفي يقومان بالأدوار الهجومية من خلال البحث لاستثمار الكرات الثابتة سواء الزوايا سواء الركريات أو الكرات الثابتة جمال حركاس حضر الفرشة اليمنى نتبع العرضية الراسية ماذا يفعل اليوسفي خطأ على مستوى الإبعاد من عناصر الامسيو شلع مقوسة راسية الكنترول تحضير تسديد توفيق إجرات السدد ومتابعة الكثافة الدفاعية والحارس اليوسفي نتابعه مع الإعادة الكنترول سدد وهذا المرة يدخل محمد اليوسفي يبعد اليوسفي أمام ارتباك دكاري إيميكا يخسر كورتو بكارينتيا يفتغطية من جديد مرة أخرى الانطلاق في الجهة اليمنى لسايمون مسوفا البحث عن رصاصة الرحمة البحث عن التسديدة جول 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 ما أقول لكم أنا محدثكم بأن دياشي سيعتمد على الكونتراتاك سيبحث لقتل المقابلة وبالفعل بلال المقري هكذا عودنا بكرة القاتلة يقتل أحلام المولودية الوسطية أمام أخطاء دفاعية أمام أخطاء دفاعية مكلفة نعود المرة الأولى والثانية شوفوا معي المتابعة لا من عبد الله خفيفي ولا من حركاس ولا من بقية الأسماء ترك المساحات والممرات أمام دياشي يتمكن من تشكيل هدف الثاني ويقتل أحلام الفريق الوسطي
شتي في العودة في نتيجة، لكن الدياش يعاقبه في الوقت المناسب بهدف قاتل، بهدف الثاني في انتظار أن يكون الثالث. ماذا يحدث هنا؟ خطيرو، كرة ترتطم بالعارضة من سايمون. ماذا يحدث من جديد؟ شوفوا معي مسك واضح، خط واضح. الحكم هل ترك الامتياز للاعب الدفاع الحسني الجديد؟ الدفاع الحسني الجديد يسعى لتحقيق الانتصار الثامن. خطير هدفه، جول 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 جول، تقليص الفارق. واخيرا ياتي الهدف الذي طال انتظاره وليغير. نتابعه معي كاريس ميلتون وليسجل هدف، يسجل هدف الثالث له بقميص المولودية الوشتية. يباغي الدفاعات، الدفاع الحسن الجديد. الحصيلة ل 33 نقطة، كرة وشتية تمشي في رجال يمنى يوسف العمري، العمري العرضية، باب 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 باب، يضغط الامسيود العرضية بين يدي الحارس، بين يدي الحارس سليم مامدون داو. عرضية قصيرة من سليم، عرضية قصيرة من سليم مامدون داو. هذه الكرة يلعبها البديل يوسف العمري، راسية ميكاوك بوك. اليوم واحدة من أسوأ مباريات ميكاوك بوك، هنا عطى كرة العمري لكن راسية بعيدة عن القائمة.